ذكر الله يقوي الأبدان. نعم، كيف ذلك؟ الحبيب عندما أتت فاطمة رضي الله عنها تريد خادم، وعلمت أن الحبيب عليه الصلاة والسلام أتاه سبي، فقال الحبيب لها عندما كانت تريد من يعينها على حمل القربة، وأن معالم الحسن في بدنها من الرحى قد زالت واستحيت من أبيها، وأبدى سؤلها زوجها رضي الله عنهما وصلى وسلم على خير الورى، قال الحبيب ألا أولا أدلكما على خير من خادم؟ لو تقول لامرأتك ما نبي نطلع فيزة، وش رأيك نبدأ من الليلة نذكر الله، نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34، يمكن قبل ما تكبر أنت تكبيرة الرابعة تضيع معالم وجهك بشيء قد رمي عليك. لماذا ما نقول الحبيب يحب ابنته وهو من بيده أن يغنيها بإذن الله، فهو قائد الأمة وهو إمام المتقين وهو الذي يقسم الغنائم بين عباد الله، وهو ليس فقير بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام. قال إذا آويتما إلى فراشكما فاذكرا فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 33، هذا خير لكما من خادم. وأقسم بجلال الله إن رسول الله صادق، وإن التي جربت وجرب الذكر وما قوي بدنه، ليس المشكلة في الذكر، المشكلة في القلب الذي تحرك اللسان وما تواطأ معه. فوالله إن الذكر ليقوي البدن. كان شيخ الإسلام ابن تيمية يذكرون من قوته في التأليف والكتابة والقتال والجهاد شيئا عجب، ولا يقولون إن سبب ذلك سببه ورده الذي كان يورد إلى منتصف الضحى، من بعد الفجر إلى منتصف الضحى يذكر الله. وكان ذلك نقل أيضا عن تلميذه شمس الدين ابن القيم، وقال هذه غدوتي لو لم أتغدها لخارت قواي، أي أن أحد أسباب قوته في التأليف والتعليم والمناظرة ونصح الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا يحتاج جهد، أحد أسباب قوته أنه كان يذكر الله طويلا ويذكر الله ذكرا كثيرا، ومن هنا عاش قويا. نعم، أحد أسباب الضعف البدني والقلب قلة ذكر الله، لأن من كان مع الله كان الله معه. اذكروني أذكركم.